السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار منهل النشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، اليوم غادي نبدأ معكم الوحدة الخامسة الخاصة بالكهرومغناطيسية، وبالضبط الحصة الأولى من هذه الوحدة التي بعنوان المغناطيس والبوصلة ليمون اي لابوسول. دونك الهدفين من هذا الدرس وهما التمييز بين قطبي مغناطيس، واحد المغناطيس انك تميز بين القطبين ديالو، وكذلك التعرف على البوصلة ودورها. ديستانغي لي بول دان نيمون اي كوناتر لا بوصول اي سون اوتيليزاسيون. إذن كما دائما غادي نبداو بالملاحظة ديال الصورة وكذلك بقراءة هذه الوضعية الموجودة في ألاحظ. إذن الصورة كما تلاحظون أن هنا لدينا مغناطيس بقطبيه، لدينا قطب جنوبي وقطب شمالي. إذن في هذه الصورة كيتبين لنا التأثير ديال هذا المغناطيس اللي قلنا عنده ذاك القطبين على واحد البوصلة. البوصلة عندها ذاك المريات بحال المريات ديال الساعة، كيعطيونا الاتجاهات، مفهوم؟ إذن نقراو هذه الوضعية موجودة في ألاحظ. لاحظت زينب انحراف إبرة بوصلة عند تقريب مغناطيس منها فتساءلت عن السبب. إذن منين قربوا هذا المغناطيس هذا إلى البوصلة، ذاك الإبرة انحرفت، إذن انحرفت إما على اليمين أو إلى اليسار. إذن هذه الإبرة، إبرة البوصلة، انحرفت بمجرد تقريب مغناطيس منها، داكوغ، بمجرد تقريب مغناطيس منها. إذن في نظركم ما هو سؤال التقصي الذي يمكن طرحه في هذه الحالة والذي يتناسب مع الوضعية وكذلك صورة الانطلاق؟ إذن بسهولة نكتب سؤال التقصي. سؤال التقصي، لأن عندي سؤال تقصي وعندي الفرضيات. دائما أقول لكم بأن الفرضيات افترضوا ما شئتم، لأننا فقط نقترح إجابات على سؤال تقصي. إذن سؤال تقصي اللي غادي يتناسب لي مع هذه الوضعية، إذن هي لماذا، ولماذا انحرفت، لماذا انحرفت الإبرة، يعني إبرة البوصلة عند تقريبي المغناطيس. علاش انحرفت ذاك الإبرة ديال البوصلة بمجرد تقريب المغناطيس منها، مفهوم؟ الآن غادي نديرو الافتراضات، داكوغ، الفرضيات. نديرو افترضوا أن الإبرة انحرفت لدخولها، لأنها دخلت في مجال مغناطيس مصدره يعني مجال مغناطيسي، مصدره المغناطيس، يعني دخلت في واحد المجال المغناطيسي. مثلا عندنا البوصلة هنا وعندنا ذاك المغناطيس هنا، يعني ذاك المغناطيس عنده واحد المجال هنا. إذا هذه البوصلة اقترب منها يعني المغناطيس، فدخلت هذه الإبرة، يعني دخلت إبرة البوصلة في مجال مغناطيسي مصدره هذا المغناطيس هذا، مفهوم؟ ها، افتراض آخر. إذا أفترض أنه وقع تجاذب بين القطبين، يعني وقع لنا واحد التجاذب بين القطبين المختلفين، يعني القطبين ديال المغناطيس، داكوغ، لكل من المغناطيس والإبرة. إذن الإبرة عندها قطب، هذا بالنسبة للمغناطيس عنده قطب. هاد القطبين اش كيوقع لهم؟ كيوقع لهم واحد التجاذب، كيوقع واحد التجاذب بينهم، فيحدث ماذا؟ فيحدث ذاك التجاذب، داك الشيء علاش كيخليهم يتقربوا وتتحرك الإبرة، داكوغ، وتحرك الإبرة ديال البوصلة من بلاصتها. سي بيان، إذا هذا هو سؤال تقصي، لماذا انحرفت الإبرة، يعني إبرة البوصلة، عند تقريب المغناطيس منها؟ والفرضيات هما هذا، افترضنا بأن الإبرة انحرفت لدخولها في مجال مغناطيسي
مصدره المغناطيس. وافترضنا كذلك أنه وقع تجاذب بين القطبين، يعني قطبي الإبرة والمغناطيس، مفهوم؟ دابا غادي ندوزو باش نتحققوا من هذه الفرضيات واش صحاح ولا لا بدراسات أتحقق. داكور، غادي ندرسو هاد الأنشطة الموجودة في أتحقق. مزيان، جو فيغيفي. إذن واحد، أحضر ثلاثة مغانط وإبرة ممغنطة وأنجز المناولتين. شكل واحد، إذن غنجيبو ثلاثة ديال المغانط واحد الإبرة ممغنطة. إبرة ممغنطة هي هذه، والمغانط هما هذو، صافي. كل مغناطيس فيه قطب شمالي وقطب جنوبي، مفهوم؟ لاحظوا، إذا هنا بالنسبة للإبرة الممغنطة فيها الشمال الجغرافي والجنوب الجغرافي كذلك، مفهوم؟ إذا كتجه إلى الشمال والجنوب، مفهوم؟ جيد. إذا ثلاثة مغانط، مغانط هي جمع مغناطيس، معلقة وإبرة ممغنطة فوق محورها. إذا هذه إبرة ممغنطة كاينة فوق المحور، وهذا المغانط هذوما مربوطين يعني معلقين، صافي. في نظركم ما هي الملاحظة الأولى التي يمكننا أن نلاحظها تجاه هذه المناولة؟ إذا هنا نلاحظ انحراف، إذا انحراف القطب الشمالي للإبرة، القطب الشمالي للإبرة. إذا ذاك القطب الشمالي للإبرة اش كيدير؟ كينحرف في اتجاه ماذا؟ في اتجاه الأقطاب الجنوبية، الجنوبية للمغناطيس. يعني شوف، هذا القطب الشمالي وهذو ما عندهم القطب الجنوبي هنا، صافي. إذا هذه الإبرة الممغناطة انحرفت في اتجاه يعني الأقطاب الجنوبية للمغانط الثلاث، صافي. واش مفهوم ولا لا؟ دونك الا ما فهمتوش شي حاجه حطوها لي في لي كومونتير، انا كنجاوب جميع التلاميذ والتلميذ. سبيان، مر السؤال الموالي. ثانيا، تتكون البوصله من ابره ممغنطه وهي عباره عن مغناطيس صغير قابل للدوران حول محور راسي. مزيان، اذا البوصله هي هذه، كتكون من ابره ممغنطه، هذه الابره هذه اللي قلنا فيها الشمال الجغرافي وكذلك الجنوب الجغرافي، وهي عباره عن مغناطيس صغير. هي هذه البوصله هي عباره عن مغناطيس صغير، او الابره هي عباره عن مغناطيس صغير قابل للدوران. هذه الابره تدور، داكور، كدور حول محور الراس، يعني كدور بحال كدور على هذا المحور هذا، صافي، بحال الساعه. مزيان، اقرب احد قطبي مغناطيس من بوصله. شوف هذا المغناطيس، جبت واحد المغناطيس وقربته من هذه الابره ديال البوصله. شوف لاحظت شنو قربت؟ قربت لذاك القطب الجنوبي، صافي، القطب الجنوبي ديال المغناطيس قربته الى البوصله. شنو كنلاحظ؟ اذا كنلاحظ بانه يجذب المغناطيس بقطبه الجنوبي القطب الشمالي او الشمال الجغرافي للإبرة الممغنطة. واش مفهوم ولا لا؟ شوف، هاد الشمال، أو عفوا هاد الجنوب الجغرافي ديال المغناطيس، شنو جذبنا؟ جذبنا داك القطب الشمالي للإبرة الممغنطة، مفهوم؟ القطب الشمالي للإبرة الممغنطة. ولاحظوا غادي نشوفوا العكس أو تاني، أبعد المغناطيس وأقلب قطبيه ثم أقربه من جديد إلى البوصلة. دابا هذا المغناطيس اللي كان هنايا الجهة ديال الجنوب ديالو هي اللي جهة البوصلة، حيدناه وقلبناه، يعني ولا دابا الجهة ديال الشمال جهة البوصلة. مزيان، لاحظوا بالنسبة للبوصلة، إذا شنو اللي في اتجاه المغناطيس؟ كاين الجزء أو الجنوب الجغرافي، مفهوم؟ الجنوب الجغرافي. إذا ما هي الملاحظة؟ نلاحظ أنه يجذب المغناطيس، يعني عاوتاني بقطبه ماذا؟ يعني شنو كيجذب؟ كيجذب هذه البوصلة بقطبه الشمالي، القطب، يعني كيجذب القطب الجنوبي للإبرة الممغنطة، دونك شي بسيط جدا، ممغنطة، صافي؟ إذا هنا منين كان الجهة ديال الجنوب هي اللي جهة الإبرة، هو جذب، شنو جذب؟ جذب الجهة الشمال ديال الإبرة. وهنا منين كانت الجهة الشمال تجاه الإبرة، جذب القطب الجنوبي للإبرة، مفهوم؟ مروا للملخص. استخلص بواسطة بوصلة أميز بين القطب الشمالي N لو نور
والقطب الجنوبي اس لو سود لمغناطيسين. اذا يمكن لي نميز بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي لواحد المغناطيس بواسطه ماذا؟ بواسطه بوصله. داكوغ، هي اللي غادي تميز لي. تستعمل البوصله لتحديد الاتجاهات الاربع للارض. اذا فين كنستعملوا البوصله؟ كتستعمل الا ما كنتيش عارف مثلا شي بلاصه ما عارفش فيها مثلا، ولو كنت في شي صحراء قاحله بعيده جدا وباغي تعرف الاتجاه باش تتحرك. داكوغ، دونك كتستعمل البوصله. دونك لا بوصول بيرمي دو ديستينغي لو بول نور لو نور دو بول سود لو سود دانيمو، يعني ديال واحد المغناطيس. اون اوتيليز اون بوصول بور ديتيرميني لي كاتر ديريكسيون دو لا تيغ. دابا غادي ندوزو لاطبق. اطبق. السؤال الاول: املأ الفراغ بما يناسب من الكلمات لابره بوصله. قطب، يعني البوصله عندها ابره، وداك الإبرة عندها قطب شمالي وقطب جنوبي. صافي، قطب شمالي وقطب جنوبي. يجذب القطب الشمالي لمغناطيس. شنو كيجذب القطب الشمالي لمغناطيس؟ كيجذب القطب الجنوبي لإبرة ممغناطة. داكوغ، كيجذب القطب. إذا إلا كان هو بالنسبة لمغناطيس القطب الشمالي، فإنه كيجذب لي العكس ديال البوصلة، القطب الجنوبي لإبرة أو لإبرة بوصلة. مفهوم؟ سي بيان. كيسيون 2: جو فيكس ان ايمون دغوا سور ان مورسو دو ليج، جو مي لونسومبل دونز ان ريسيبيون ا مواتي رومبلي دو. دونك كنجيب واحد المغناطيس اللي هو هذا، سور ان مورسو، كنحطو على واحد القطعة ديال الفيلين. جو مي لونسومبل دونز ان ريسيبيون ا مواتي رومبلي دو. دونك كنحط الكل على واحد البانيو ولا واحد الإناء فيه الماء. داكوغ، كيل ديريكسيون بخون لي مو؟ في نظركم شنو هو لو ديريكسيون، يعني الاتجاه اللي غادي ياخذ هذا المغناطيس؟ دونك هنا غادي يمشي القطب الجنوبي، او عفوا القطب الشمالي، غادي يمشي للقطب الشمالي ديال الارض. صافي، دونك غادي نكتب لو بول نور. اش كيدير؟ غادي دو ديال لي مو، يعني ديال المغناطيس، سو ديريج فيغ لو بول vers le pôle nord de la Terre. C'est vrai. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان خاص بالصفحه 59 من الكتاب المدرسي منهل النشاط العلمي بالنسبه للمستوى الخامس. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويه مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.